بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. صدق الله العلي العظيم. الإنسان الذي يتصدى لعمل ما يجب أن يكون بمستوى ذلك العمل، فإذا لم يكن بمستوى ذلك العمل وهو يعلم بذلك يكون تصديه أشبه بالخيانة. أنا الذي أعلم بأني لا أتمكن من القيام بأمر ما، علي أن لا أخدع نفسي ولا أخدع الآخرين، بل من الأول لا أتصدى لذلك. وإذا كنت أحب التصدي لمسؤولية أو لأمر، يجب علي أن أوفر في نفسي المواصفات التي يجب أن يمتلكها صاحب تلك المسؤولية أو ذلك الأمر. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول في نهج البلاغة، رحم الله امرأ نهض بجناح أو استسلم فأراح، تتمكن انهض، عندك جناح انهض، ما عندك جناح لا تنهض. في قضية شعيب وموسى عليهم الصلاة والسلام، حينما موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام خرج من مصر خائفا يترقب ووصل إلى ماء مدين، هناك تعرف على شعيب. فحينما وصل إلى مدين وجد هناك ماء ورعاة يسقون لأغنامهم، ووجد هناك مرأتان على جانب تذودان أغنامهما، يعني ما يخلوهم يتقدمون نحو الماء. فأجى سأل لماذا؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. احنا ما نتمكن، احنا نساء مرأتان لا نتمكن من ان نسقي الأغنام الماء بحضور الرعاة الرجال الأجانب، وأبونا فد رجل كبير في السن لا يتمكن من القيام بالمهمة، احنا ننتظر إلى أن الرعاة يسقون أغنامهم الماء ثم يذهبون فيفضل في
مكان مقدار من الماء، صاحبين من البئر ماء، فهذا المقدار الذي يفضل من الماء نسقي أغنامنا به. فسقى لهما، القضية المعروفة، موسى سقى لهما، وبعد ذلك تم تعريفه لنبي الله شعيب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام في القصة المعروفة. إحدى البنتين قالت للأب: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. لأن أولوا شافوا أمانة في العمل، ثم شافوا أمانة أخلاقية لم ينظر إليهما نظرة السوء مثلا، بتفصيل مذكور في كتب التفاسير. إذا تريد تأجر القوي الأمين، واحد أمين لكن مو قوي، ما يقدر يقوم بالعمل، هذا لازم لا يأجر نفسه. واحد قوي لكن مو أمين، هذا ما يفيد، راح يخون. في قضية يوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، لما ثبتت براءة يوسف في قضية النسوة المعروفة، الملك وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال يوسف شنو قال؟ قال: اجعلني على خزائن الأرض، وزير المالية مثلا أو وزير الزراعة، إني حفيظ عليم. هناك قوي أمين، هنا حفيظ عليم، يعني أحافظ على أموال الدولة وأعلم. يمكن واحد أمين بس ما يعرف المعادلة الاقتصادية، راح يخربط. في هذه الآية التي تلوناها في قصة طالوت عليه السلام، اللي بنوا إسرائيل بعد موسى بزمان بحيث أنهم تركوا أحكام الله، فالله سبحانه وتعالى سلط عليهم أعداءهم، فهؤلاء صادروا أراضيهم وقتلوا قسما من أبنائهم وأسروا قسما آخر من الأبناء. قالوا: ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أخرجنا من ديارنا يعني طردونا من أراضينا، وأبنائنا يعني بقتل بعض الأبناء أو وأسر البعض الآخر. فطلبوا من نبيهم اللي هو إشمؤيل بالعبرية وإسماعيل بالعربية أن يعين لهم ملكا بالقضية المفصلة المعروفة. فالله عين لهم طالوت. هنا العصبية والحمية الجاهلية أخذتهم، قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. ليش؟ لأنه كانت العادة في بني إسرائيل أن النبوة تكون في ذرية لاوي أكبر أبناء يعقوب، والملك يكون في ذرية يوسف أو يهوذا. فالأنبياء منهم موسى وهارون من ذرية لاوي، وملوك بني إسرائيل من ذرية يوسف أو يهوذا. الله اختار لهم طالوت من ذرية بنيامين. قالوا: احنا عنصرنا افضل من عنصره، احنا من عنصر الملك ومن عنصر النبوة، من قبيلة وعشيرة، لان الاسباط في بني اسرائيل كالقبائل في بني اسماعيل، احنا سبطنا افضل من سبطهم من سبطه. بعدين هذا اولا، هاي العصبية الجاهلية، وثانيا ولم يؤت سعة من المال، فقير. النبي شنو أجابهم؟ أجابهم قال: إن الله اصطفاه عليكم. الله اختاره. هسه إذا أنت تتصور هذا من عرق مثلا أدون من عرقك، هاي اعتبارات اجتماعية احنا بيناتنا، الله سبحانه وتعالى هالاعتبارات الاجتماعية ما عنده. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يدخل النار من كان كافرا ولو كان سيدا قرشيا، ويدخل الجنة
من كان مؤمنا ولو كان عبدا حبشيا. الله الأمور ما عد، الله سبحانه وتعالى موازين العادل، مو هاي الموازين الذي نحن نتوهمها. إن الله اصطفاه عليكم. هسه إذا فقير خلي يكون فقير. المملكة إدارة الدولة بحاجة إلى أمرين، إلى علم وإلى شجاعة. إذا هو فقير علمه وشجاعته راح تجيب الثروة، وإذا هو أثرى الأثرياء ما يكون إلى علم وما يكون إلى شجاعة راح يبدد كل الثروات. العراق في زمان صدام، العراق من أثرى الدول في العالم. الاحتياطي النفطي اللي الآن مكتشف في العراق، هذا الاحتياطي النفطي إما أول احتياطي في العالم أو ثاني احتياطي أو ثالث احتياطي، إذا بكيفية استخراج النفط الآن يردون يستخرجون النفط إلى 300 سنة بعد العراق عند النفط. هذا المكتشف، الصغير المكتشف الله يعلم، وبي غاز وبي زراعة وبي المراقد المطهرة، سياحة، موقع استراتيجي، فكل الثروات موجودة فيه. لكن في أواخر زمان صدام، وأنتوا كنتوا بالعراق بعد، الشعب العراقي 90% كان منه تحت خط الفقر. ثروة موجودة، بس لما الحاكم يكون مستبد وما يعرف كيفية التصرف يبدد هذه الثروة. وهناك دول مثل اليابان، اليابان من أفقر الدول من حيث المعادن، يعني هاي الجزر اليابانية بيها معدن؟ ما بيها معادن أصلا، أي شيء ما بيها، كل المعادن تقريبا يستوردوها. زراعة ماكو، بس التمن يزرعوا، لا نفط عندهم، لا غاز عندهم، لا حديد عندهم، لا ألمنيوم عندهم، لا أي شيء عندهم. لكن اليابان الآن من حيث الاقتصاد ثالث دولة في العالم بعد أمريكا وبعد ألمانيا. دولة فقيرة من حيث المعادن ومن حيث الزراعة، لكن عندما تكون إدارة اقتصادية سياسية ناجحة وصحيحة تصير ثالث دولة من حيث الاقتصاد في العالم. والبضاعة اليابانية بعد هي ضرب للمثل، لما تقول ياباني أصلي يعني هذا ممتاز جدا. الوالد رحمة الله تعالى عليه كان ينقل، يقول أيام الحرب العالمية الثانية عندما كنا نريد نقول أو الناس يردون يقولون فد بضاعة، هاي البضاعة ستوك، كانوا يقولون هاي البضاعة يابانية، مثل الآن إحنا نقول هاي صينية، ذاك الوقت كانوا يقولون يابانية، هاي قبل 60 سنة. على كل حال، في هذه الآية الشريفة النبي يجيب هؤلاء، يقول إن الله اصطفاه عليكم. هذا اختيار من الله. إذا الله اختار شيء أنت لازم تعبد أن تقبله، سواء فهمت السبب أو لم تفهم السبب. طبعا الله سبحانه وتعالى حكيم، بدون سبب ما يختار شيء، لأن الحكمة من صفات ذات الله سبحانه وتعالى. الله عالم، الله حكيم، الله لطيف، الله رحيم، فاختياره يكون مطابق للحكمة، مطابق للعلم، مطابق لللطف، مطابق للرحمة. هذا كله ثابت، بس أني يمكن ما أدري السبب، أني أجهل السبب. هذا جهلي للسبب مو معنى أنه ذلك الاختيار كان بدون سبب، أنا ما أدري. مثل ما أنت تروح إلى طبيب مختص يوصف لك وصفة، أنا اللي مو خبير في علم الطب ما أدري لماذا الطبيب وصف هذه الوصفة. لكن إذا أنا أعتقد بالطبيب وأعتقد بأنه هذا الطبيب جيد، زين، أعمل بالوصفة حتى لو هذه الوصفة أنا لا أفهمها. ليش؟ لأنه أنا أعتقد بأن هذا الطبيب طبيب أخصائي يفهم،
إذا بعض الأحيان بعض الناس ما يعملون بكلام الأطباء لأنه هو يتصور أن هذا الطبيب ما يفتهم أو هذا الطبيب ما دار بال، لذلك ما يعمل بنصائح الأطباء. لكن إذا صدق أنت حياتك في خطر وتعتقد بهذا الطبيب اعتقاد يعني صحيح، هذا الطبيب يفهم، وأن هذا الطبيب العلاج ماله علاج دقيق، هل معقول واحد عاقل يترك هذا العلاج لأنه يقول أنا ما أدري شنو سبب هذا العلاج؟ إذا واحد ترك العلاج يقول أنا ما أدري شنو سببه، العقلاء يلوموه، وإذا تعرض لأضرار راح يقولون صوتك أنت هذا الطبيب تعتقد به لو لا؟ يقول إيه. زين هذا الطبيب زين عاينك؟ زين فحصك؟ يقول إيه. زين هم هذا الطبيب يفهم، هم زين فحصك وحالتك خطرة وكتب لك الوصفة، ليش ما عملت بيها؟ مرة تقول أنا شكيت بكلام هذا الطبيب، يقول لك ما يخالف راجع طبيب ثاني. مرة تقول هذا الطبيب مادي ما فحصني فحص دقيق، يقول له ما يخالف راجع طبيب ثاني. أما إذا تعتقد بعلمه وبحسن فحصه وخطورة وضعك لازم تعمل به. إذا أنت تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه حكيم، مرة واحد عقيدته بالله ضعيفة، زين إما أصل وجود الله في ذهنه في شك أو أنه في حكمة الله يشك، إيمان ضعيف، مفاهيم مغلوطة في ذهنه، يقول أنت ارتكب أي ذنب وراح الشفاعة تنجيك. صحيح أكو شفاعة، بس الشفاعة هم ضمن موازين، الإنسان لازم يكون إلى صلاحية لهذه الشفاعة، الشفاعة مو قطرة. على كل حال مفاهيم مغلوطة في ذهنه فلذلك يعصي الله سبحانه وتعالى. هذا لو ما يعتقد بالله أو لا يعتقد بحكمة الله أو المفاهيم الدينية مغلوطة في ذهنه. أما إذا الإنسان اعتقد اعتقادا جازما بالله والمفاهيم الدينية صارت مفاهيم صحيحة في ذهنه، هذا بعد ارتكابه للذنب أشبه بالمستحيل. يعني المعصومين عليهم الصلاة والسلام ليش ما يرتكبون الذنب؟ ما يقدر؟ ويقدر، لكن عقيدته بالله سبحانه وتعالى من القوة بحيث أنه لا يرتكب الذنب. إحنا الآن إحنا في بعض المسائل معصومين، واحد من عندنا يدور في ذهنه مرة أنه يروح على المزبلة ويأكل من المزبلة مثل البزازين؟ ليش؟ مو أنه لا يفعل ذلك، بل لا يفكر في ذلك أصلا. ليش؟ لأنه أنت قبح هذا العمل واضح عندك، قذارة هذا العمل واضح عندك، أنه واحد يروح بالزبالة يأكل من الأطعمة اللي مذبوبة بالزبالة وهي مثلا فاسدة، قبح هذا العمل منكشف عندك، فأنت ما راح تسويه أصلا. أو إذا قدامك شرطة دا يراقبون وتدري أنه إذا خالفت ذول الشرطة مو أهل رشوة ولا أهل كذا واسطات، فورا ذول الشرطة راحوا يعتقلوك، أكبر المجرمين هم مقابل ذول الشرطة مثل الأوادم، ما يرتكب مخالفة. ليش؟ لأنه يعتقد بأن الشرطة دا يشوفوا وأنه راحوا يعتقلوا، بس إذا مكان راح شاف ماكو شرطة راح يرتكب المخالفة. ليش في ذاك المكان ارتكب المخالفة؟ يقول شرطة ماكو، ما حد يشوفني، أو الشرطة واسطات أكو أو فلوس أو رشوة أو كذا أو ما إلى ذلك. إذا أنا أعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى وأن الله في كل لحظة هو المشرف علي العالم بأفعالي، إذا الذنوب قبحها منكشفة عندي أن هذه الذنوب قبيحة جدا مستحيل أرتكب هذا الذنب. المعصومون هكذا اعتقادهم بالله في غاية الدرجة في أعلى درجة، وقبح الذنوب هم منكشف عندهم. إذا أنت جوعان جدا جائع، جابوا لك طعام، هذا الطعام منظر لطيف، الرائحة جدا شيقة،
بس أنت تدري أن هذا الطعام مسموم. الآن إذا تأكل هذا الطعام وأنت جائع تلتذ بالأكل، إذا الطعام طيب وأنت جائع تلتذ بهذا الأكل، ليش ما تأكله؟ أنت جائع لو مو جائع؟ جائع. هذا الطعام لذيذ وشهي، نعم لذيذ وشهي، ليش ما تأكله؟ لأن تدري أن هذا الطعام مسموم. صحيح أنت الآن دا تلتذ به، بس بعد ساعة راح يقتلك أو راح يذبك بالمستشفى، لأنك تعلم بهذا الأمر لا تأكل وتبقى جائعا. الذنوب هكذا، الذنوب واحد يرتكبها بعض الأحيان، بعض الذنوب فيها لذة. الناس كثير منهم ليش يرتكب الذنوب؟ لأن فيه لذة، وهو لا يعلم بما في هذا الذنوب من بما في هذه الذنوب من العقوبات. الآية الشريفة تقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذا صحيح مستولي على أموال اليتيم وده يكيف ويسافر بهذه الأموال ويتونس بيها، بس هذا ده يأكل نار وسيصلون سعيرا. ليش هذا يأكل مال اليتيم؟ لأنه ما يدري، مثل هذا اللي ما يدري أن هذا الطعام مسموم يهجم على الطعام ويأكل لأنه ما يدري أنه مسموم. أما إذا درى أنه مسموم ما يأكله. هذا إذا اعتقد بالله واعتقد بأن الله شديد العقاب ما راح يأكل مال اليتيم، ما راح يرتكب ذنب، ما راح يرتكب مخالفة، بس عقيدته بالله ضعيفة، مفاهيم الدينية مغلوطة، يرجح اللذة الآنية على العذاب الكبير. زين، نرجع إلى قضية طالوت. الله عز وجل إن الله اصطفاه عليكم. الاصطفاء أخذ صفو الشيء. شايفين بعض الأحيان إذا أنت شلت ماء من مثلا نهر شوية، هذا النهر كدر في تراب أو كذا، إذا خليت الجلاس ساعة ساعتين ثلاث ساعات، هذا الكدر تراب كذا ينزل يصفو هذا الماء. الاصطفاء هو أخذ صفو الشيء. إن الله اصطفاه يعني خلقه معصوما. فالله سبحانه وتعالى إذا اختار أنت لازم تقبل اختيار الله سبحانه وتعالى. أما إذا الإنسان ما اختار، ما قبل اختيار الله سبحانه وتعالى، فهذا يكفر باطنا. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. الله سبحانه وتعالى زاده بسطة في العلم، والعلم هو دليل التفضيل. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الله أمر الملائكة بالسجود لآدم، لماذا؟ لأن آدم أفضل من الملائكة. شنو سبب تفضيل آدم على الملائكة؟ ليش آدم أفضل من الملائكة؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. بعدين الله سبحانه وتعالى يقول قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. تفضيل آدم على الملائكة كان لعلمه، لأن الله علمه ما لم يعلمون. الملائكة أيضا معصومون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة معصومون، آدم معصوم. ليش آدم أفضل منهم؟ لأن علم كان عنده بأمور اللي هم لم يكونوا يعلمون بها. فالآية تقول وزاده بسطة في العلم. الشيء الثاني والجسم. الجسم مو المقصود منه أنه مثلا جسم ضخم، المقصود منه هذا كناية. زاده بسطة في الجسم يعني شجاع، يعني مهيوب. القتال يحتاج لواحد خبير وواحد شجاع. إذا خبير جبان يسلم كل اللواء ويشرد، وإذا هو مو خبير شجاع راح يكون تهور، راح يذب نفسه في المهلكة ويذب الجنودهم في المهلكة. إذن إحنا لازم من الآن دائما إلى الأخير، إذا نريد مرضاة الله سبحانه وتعالى ونريد خير أنفسنا
وخير شعبنا. لازم الإنسان يعرف حد نفسه، وإذا إلى طموح أكبر لازم يهيئ المقدمات لذلك الطموح. إذا أنت تريد تصير طبيب، طموحك هذا لازم 20 سنة تدرس. إذا أنت تريد تصير مهندس لازم 30 سنة مثلا تدرس وتجرب وكذا وكذا وكذا. إذا أنت تريد تصير في موقع مسؤولية لازم تهيئ المقدمات. إذا ما هيأت المقدمات يصير مثل بعض الوزراء اللي صار وزير وهو لا يعرف أي طرفيه أطول، فإما يخيط ويخربط وإما يتصرف تصرف يخلي لمستشار، وهذا المستشار زين مو زين، شنو قصده شنو مقصده، يصير العقل المنفصل إليه. فهيئ نفسك إذا عندك طموح لشيء. طبعا الإنسان لازم يكون عنده طموح، لازم يفكر في الأفضل، لأن الذين صاروا أفضل هم ناس مثلنا. هسه الأنبياء والأئمة هذا استثناء، الله اصطفاهم، بس الذين وصلوا إلى الدرجات العالية بشر مثلنا، لا هو معصوم ولا هو مثلا إلفت خصوصية خاصة، لكن ثابر وثابر وثابر إلى أن وصل. إذا أنت عندك طموح، ولازم يكون عندك طموح، هيئ نفسك أولا بالعلم. ماكو أمة تقدمت بدون علم. لذلك العرب قبل الإسلام تلاحظهم، والعرب بعد الإسلام شنو اللي غيرهم؟ سؤال. العرب قبل الإسلام أذل خلق الله، حتى هنا الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومانية أصلا ما كانوا ينظرون إلى الجزيرة العربية، لا بها زراعة لا بها ماء لا بها ثروات، ومن جانب آخر أنه قبائل بدوية دائما في حرب، هذا يغير على ذاك وذاك يغير على هذا. بعد الإسلام تحولوا إلى حملة الحضارة في العالم، والحضارة الإسلامية هي أهم الحضارات التي حكمت قسم كبير وأجزاء واسعة من العالم. شنو هو السبب؟ صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله جاء بنظام من الله سبحانه وتعالى، لكن العمل بقسم من هذا النظام مو بكله، من جملة العلم. العواصم الإسلامية تحولت إلى مركز للعلماء في مختلف الفنون والعلوم، لذا هاي الحضارة تشكلت. فأولا العلم. الشيء الثاني الصفات الأخلاقية المناسبة. بالنتيجة الإنسان في نفسه أكو بذرة خير وبذرة شر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أكو بذرة خير وبذرة شر، قد أفلح من زكاها، هاي بذرة الخير نميها، وقد خاب من دساها، ذيك بذرة الشر نماها، هاي بعد بيدك، بيدي، بيدنا. الإنسان يحاول أن تكون أخلاقه طيبة. الأخلاق مو فقط معناه أنه حسن التعامل وحسن البشر واللقاء بوجه منطلق مع الناس، هذا جزء من الأخلاق، أنت مع الناس تلتقي بوجه طلق البشر في وجهك، هذا جزء من الأخلاق. الأخلاق هي الصورة الباطنية للإنسان. الإنسان عنده صورة ظاهرية، هاي شكله المحيا، هاي الصورة الظاهرية. عنده صورة باطنية هي صورة نفسه، هذا يعبر عنها بخلق. الصورة الظاهرية اللي هي المحيا يعبر عنها بالخلق، أشبه الناس خلقا وخلقا. الخلق المحيا، الخلق الصفات الباطنية، صفة النفس، شكل النفس. هذه النفس الإنسان ينميها بحيث أنه يكون صورتها صورة جيدة. إذا هم الإنسان في نفسه أكو بعض الصفات الذميمة يحاول يقتلع جذورها من نفسه، أو لا أقل يحاول أنه يكبتها. أكو في بعض الروايات أنه بعض الأحيان الإنسان عنده صفة ذميمة، مثلا حسد، عنده حقد مثلا في النفس قد تكون موجودة، هسه يحاول يقتلع
يقتلعها ما يقدر، بس يحاول شنو؟ أن لا تظهر. في الحديث الشريف يقول أنه، وما معناه أنه عالج خلل خلقك بعملك. أكو خلل في أخلاقك أنت، هذا إذا في قلبك أكو حسد، هذا الحسد حاول أن أي وقت من الأوقات لا تظهره. إذا قدرت تقتلعه اقتلعه من جذوره، إذا ما قدرت حاول أنه لا يأثر على أعمالك. على كل حال هذا الشيء الثاني، واحد يحاول أنه يمتلئ من العلم في أي مجال من المجالات. إذا أنت مهندس حاول تكون أفضل المهندسين، إذا أنت تدرس طب حاول تكون أفضل الأطباء، إذا أنت تدرس حوزة حاول تكون أفضل العلماء في أي مجال من المجالات. وإذا أنت رجل كاسب تاجر زين، مو 24 ساعة أنت مشتغل بالكسب، بقية وقتك صرفه قسم منه في المطالعة وفي كسب العلم والأخلاق. ثانيا الشيء مثلا الأمانة من الأخلاق، إني حفيظ أمين، هذا يوسف الحفيظ، هذه من أمانة. هذا الشيء الثاني، الشجاعة هاي صفة من الأخلاق. إذا واحد جبان يمكن يحول جبنة إلى شجاعة، بس يحتاج لزمان طويل ومثابرة مع النفس. الشيء الثالث العمل، العلم والأخلاق والعمل. الإنسان يحاول أن عمله يكون عمل جيد. أكو بعض الناس يجي يستهزئ بالآخرين، بس ليش تستهزئ بي؟ يقول شوي ضايجين خلي شوي نكت وكذا وشوي خلي نضحك. زين خو أكو طريقة مشروعة. الإنسان طرائف الحكم يذكرها مثلا، أكو بعض النكات اللي هي نكات مو خلاف الأخلاق، مو خلاف المروة، ما بها إهانة لشخص، وهي في نفس الوقت مثلا توجب التبسم والسرور والضحك. ما يخالف طرائف الحكم لا بأس بها، بس واحد يجي يستهزئ بالناس حتى شوي يريد يونس نفسه. في يوم من الأيام واحد من الأخوة نقل لي، قال كان فد واحد في العمارة في ترشي الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، في ترشي هم عمله شاق وهم الأجر اللي يتقاضى قليل وهم في نظر الناس العمل مو من الأعمال اللي هواية محترمة، ولو أنه كل عمل إذا الإنسان يكون عمل مشروع وفي سبيل الكد على عياله فهو عمل شريف حتى لو زبال، لكن من حيث نظر الناس يعتبروه من الأعمال الوضيعة. زين هذا في يوم شافوه يم سيارة مقتول في العمارة أي قبل كم سنة. زين ليش مقتول؟ واللي رامي رامي من قرب، يعني مو طلقة طايشة مثلا أو كذا، لا واحد متقصده وقاتله بمسدس من قرب. زين هسه دول فكروا، هذا احد الاخوه نقل قال كنت اعرفه انا هذا المسكين، هسه هذا عنده عدو، هو مثلا مسؤول حكومي عنده قضيه شخصيه مع واحد اي شيء ماكو، يقول ايش ما فكروا الجماعه واحنا فكرنا، هذا ليش قتل؟ اللي قاتله قاصده، عنده عداوات شخصيه ماكو، عنده مسؤوليه بالحكومه ماكو، عنده كذا ماكو، متعارك لو يا واحد مسكين أي شيء ماكو. يقول بعد فترة يعني بعد يمكن سنة سنتين إن ربك يمهل ولا يهمل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وشفنا صدام سنوات طويلة ظلم، لكن الله سبحانه وتعالى مو غافل عنه، واللي يرتكبون الجرائم في يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا قبل الآخرة ينتقم منهم. في يوم من الأيام اعتقلوا واحد، باعترافاته اعترف أنه قاتل هذا المسكين. قال زين هذا ليش قتلت أنت؟ هذا تابع لحزب خلاف حزبك؟ لا. عداوة شخصية؟ لا. تعرفه يعرفك؟ لا. ليش قتلته؟ قال احنا في يوم ويا الاصدقاء كنا دنمور وشفنا هذا المسكين بحر الشمس
ليصلح سيارة. أنا فكرت قلت للأصدقاء هذا مسكين وهالشكل ده يكد وكذا، خل نريحه من هاي الدنيا يروح للجنة مكان بارد وأشجار بيها وكذا وحور العين، إحنا خلصنا من هاي الدنيا. هذا شنو سببه؟ هذا سببه أنه واحد يستهزئ بكل شيء، يبدأ من الصغير إلى أن ينتهي إلى القتل. والقتل الآية الشريفة تقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. ما عدنا في ذنب هالشكل تعبير شديد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، مو خطأ، إذا خطأ هو مو مشكلة لأنه ما كان قاصد، دعم له بسيارة واحد وانقتل يدفع الدية وكفارة يدفع وماكو عليه شيء. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فالتملي بالعلم وتحسين الصورة الباطنية اللي هي الأخلاق والعمل الزين، العمل الصالح، آمن بالله وعمل صالحا في الآيات الكثيرة، إذا هذا الاجتمع فالله سبحانه وتعالى رتب الدنيا بحيث أنه من عمل بالمقدمات وصل إلى النتائج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها